بعد كل فرح رياضي في أنحاء العالم، تشتعل السماء بالألعاب النارية، وعلى النقيض رياضيو غزة وأهلها، سماءهم في فلسطين تومض بصواريخ صهيونية عدواناً لابتهاجاً. فها هم مجموعة من الشبان في قطاع غزة يحولون الركام ومشاهد الدمار إلى ميدان لممارسة رياضة الباركور، بعدما قصفت طائرات الاحتلال مقر تدريباتهم في القطاع ليوجهوا رسالة ضمنية إلى العدو الصهيوني بأن كل ضربة تفجير تهز أرضهم لن تزيدهم إلا قوة وإصرارا على مواصلة الحياة. في الملاعب العالمية، كل تسديدة قوية يقال عنها في ميادين الكرة مجازاً أنها صاروخية، لكنها في غزة حقيقة جلية. فالرياضيون من عادتهم أن يحتضنوا بعضهم بعد كل فرح، لكن رياضيو غزة وفلسطين احتضنهم الموت ظلماً.